موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الوزراء يجدد موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ويوجه بإرسال مساعدات إلى غزة. الكيان الصهيوني واصل عملياته لليوم السادس في غزة، وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 1417، بينهم نحو 450 طفل. المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات العين الثلاثة ونيرم وسيدروت برشقة صاروخية، وقتل الاحتلال يتخطون 1300 صهيوني. تشمل كل البنى التحتية والمدارس وأيضا المستشفيات الجهد الخدمي وصل أعماله في 50 منطقة بالعاصمة بغداد في إجراء لتقليل الكلف والإسراع بالإنجاز. التخطيط تؤكد اعتماد الأجهزة الإلكترونية في التعداد السكاني المزمع إجراءه العام المقبل. شمول أكثر من 250 أسرة من ضحايا حريق الحمدانية برواتب الرعاية الاجتماعية، والعمل تؤكد أن الخطوة تشمل المعين المتفرغ والأرامل والأيتام. كل هذا وأكثر تتابعونه على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.